السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمود درتي أو محمود جيمين في حلقة جديدة من سلسلة بلاك ديزرت. هذه الحلقة سوف نقوم بابتداء هذا الوحش. أوريكم يعني في الحلقة السابقة لم أوريكم الوحش. هذا هو الوحش، اسمه ألتار إم بي كابتن سيمون سكرول. أوكي، قبل كان فقط تقوم بالضغط عليه مباشرة ضغطتين ثم نقوم باستداء المشاكل. الآن بعد هذا التحديث الجديد يجب عليك الذهاب إلى هذا المكان ثم تقوم بالتكلم مع هذا البي إن جي. هذا الوحش عمري ما تصارعت معه الصراحة، لا تصارعت معه في هذا. لكن هذه صراحة أحلى منها لأنها معدلة، لكن هذه لو تعدلت راح تصير قوية جدا. راح أعدلها إن شاء الله. أوكي، المهم هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى تكون حلقة ممتعة. لا تبخلوا عنا باللايك وسبسكرايب ودعم القناة إذا أعجبتكم القناة، وإن شاء الله راح يكون دائما جديد. فقط انتظروني لما أنهي الشغل، يعني العمل الذي أقوم به. هي ان شاء الله راح يكون في اشياء جديده. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.